أوقاتكم في ليلة استثنائية ضمن أشواط هجني أصحاب السمو الشيوخ، ضمن أشواط الذهب في هذه الأمسية التي خطفت من خلالها عسيلة الكأس المفتوح لسن المفاجآت لهجن الشحانية تهانينا والناموس كذلك للبرنس جار الله بن محمد بن عقيل المري. نذهب إلى مقدمة الشوط حيث يأتي سابع أشواط هذا المساء، بينما نذكر الجميع بأن نهاية هذا الشوط سيكون بعد نهاية الشوط تتويج الفائزين بالرموز، فما على المضمرين إلى التوجه إلى المنصة الرئيسية بعد نهاية هذا الشوط لتسلم هذه الكؤوس والبنادق. مقدمة الشوط تتقدم على قائمة المقدمة شعاع لهجن الرياسة، تعود الملكية بهجن الرياسة والتضمير لدى سلطان بن محمد الوهيبي، انتقل إلى مريفة من تحتل المركز الثاني بشعار هجن الرياسة، يأتي المضمر هنا محمد بن عتيق من زيتون المهيري من خطف بندقية الجعدان المحليات، انتقل للمركز الثالث وتواجدت هنا منسوجة في المركز الثالث بشعار هجن الشحانية بقيادة محمد بن خالد العطية، يتقدم على المركز الثالث، انتقل للمركز الرابع بروق، لاحت بروق النواميس في ميدان المرموم مع هجن الشحانية وجار الله بن محمد بن عقيل المري في عملية التضمير والتدريب مضمر الجساسية حيث بدأ مع بديات الجساسية وعسيلة. المركز الخامس وصول من قبل شرح هجن انتاجي ام الزبار بقيادة محمد بن بخيت بن برقان المري على المركز الخامس. المركز السادس نذهب الى تواجد مياسة هجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز السابع حضورا من قبل امداد لهجن الشحانية محمد بن خالد العطية. المركز الثامن هذا اللي وصلت الآن إعلان لهجن الرياسة بقيادة سلطان بن محمد الوهيبي. المركز التاسع تتقدم الغزيل لهجن الرياسة مع المضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز العاشر لهجن الشحانية هذه سيوف بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري. هكذا هي النتيجة، هكذا هو الصراع، هكذا هو النزاع أشواط المساء. 20 شوطا من خلال المنافسات والتحديات، لكن نذهب الى المقدمة الى الصراع، ولا زالت المقدمة تحت اقدام شعاع لهجن الرياسة، شعاع مسيطرة بكل قوة مع المضمر سلطان بن محمد الوهيبي العملاق. المركز الثاني وصول من خلال تواجد هذا الاسم، هذه بروق قادمة لهجن الشحانية بقيادة جار الله بن محمد بن عقيل المري. المركز الثالث منسوجة لهجن الشحانية هنا في عملية التضمير محمد بن خالد العطية، ولكن هجني أم الزبار حاضرة مع تواجد شرح ومحمد بن بخيت بن برقان المري يحضر على المركز الرابع الآن. المركز الخامس لهجن الرياسة، المركز السادس لهجن الرياسة بقيادة محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. المركز السادس لهجن الشحانية وصلت امداد مع المضمر محمد بن خالد العطية. المركز الثامن هجن الرياسة وسلطان بن محمد الوهيبي. تاسعا هجن الرياسة وعاشرا هجن الشحانية. هذه العشر الاسماء بين مؤسستين في تنافسها وفي تحديها في هذه الامسية، في هذا اللقاء، في هذا التحدي. عود الى المقدمة، ولا زالت شعاع، لا زالت شعاع وشمس الشعاع هنا في هذه اللحظات على مقدمة الشوط. هجن الرياسة، هجن الرياسة العملاق سلطان بن محمد الوهيبي، لكن شوف اللي بدت تناور، اللي بدت تغير، بروق الانتصارات، بروق 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 هجن الشحانية مع المضمر محمد وجار الله بن محمد بن طالب بن عقيل المري. الكيل
الأخير المركز الثاني. هذه اللي وصلت، هذه شرح هجني إنتاجي أم الزبار محمد بن بخيت بن برقان المري. المركز الثالث الغزيل هجني الرياسة. المركز الرابع وصلت هجني الرياسة من جديد، إعلان هجني الرياسة سلطان بن محمد الوهيبي. المركز الخامس هجني الشحانية حاضر السيوف، هجني الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل المري، وهجني الرياسة حاضرة مع الغزيل الأخرى هجني الرياسة. ولكن طارت سيوف، طارت سيوف، حلقت سيوف في ناموس هذه الليلة، سيوف 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 لهجن الرياء، لهجن الشحانية، لهجن الشحانية، لهجن الشحانية، لهجن الشحانية، هجن الشحانية على الأول والثالث، هجن أم الزبار في المركز الثاني. ولكن خلاص طارت بروق، طارت بروق بناموس هذا الشوط إلى هجن الشحانية للمرة السادسة، للمرة السادسة في هذا المساء. عندك يا ابن عقيل، عندك يا جر الله، يا ابن محمد، يا ابن عقيل، يا البرنس، يا البرنس، يا البرنس، عريس الليلة، عريس دائما، عريس أبو محمد في شخصيته، في مشاركاته، في إنجازاته. تهانينا للهجن الشحانية على هذا الفوز والانتصار، هذه لحظات وصول بروق إلى الانتصار وللناموس. المركز الثاني هناك قادمة شرح هجني أم الزبار، المركز الثالث سيوف هجن الشحانية، المركز الرابع والخامس لهجن الرياسة. هكذا مشاهدينا الأعزاء كانت النتيجة في إمداد التحدي والانتصارات والنواميس. تهانينا، نعود إلى التوقيت الزمني من جديد إلى ما دار من تحدي وتنافس، وكانت هنا بروق على موعد مع الانتصار من جديد لهجن الشحانية في انتصار لهذه الفئة من اللقاية، فئة المفاجآت المستمرة دائما. بن عقيل يظهر دائما في ظهور الكبار. 7 دقائق 18 ثانية جزئين من الثانية، كانت بروق على موعد مع الانتصار. تهانينا لهجن الشحانية وإلى جار الله بن محمد بن عقيل المري. المركز الثاني هنا شرح هجن أم الزبار، 7 دقائق 18 ثانية، 9 أجزاء من الثانية، يضمنها محمد بن بخيت بن برقان المري، حلت على المركز الثاني. بينما المركز الثالث سيوف لهجن الشحانية وبقيادة كذلك جار الله بن محمد بن عقيل المري. هكذا هي النتيجة من خلال الانتصار والتحدي ب7 دقائق 19 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، في ناموس يجدد روح النشاط والتنافس الكبير.